معكم مرام سلمان الجعيد، باحثة لغوية ومشرفة تعليم الصم بوكالة الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. ألتقيكم اليوم من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وذلك لتقديم محاضرة بعنوان اكتساب اللغة وتعليم الصم، والتي تتضمن أفضل الطرق لاكتساب اللغة والنظريات المتعلقة باكتساب اللغة وأفضل الممارسات العالمية المستخدمة لتعليم الصم وضعاف السمع. أيضا تكلمنا عن الحرمان اللغوي وكيفية تجنب هذا الحرمان اللغوي، تكلمنا عن طرق تعليم الصم وأفضل الاستراتيجيات والأساليب والأنماط المستخدمة في تعليم الصم والتي تساعد على نموهم اللغوي والاجتماعي والثقافي والأكاديمي. ختام لقائي معكم أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومنسوبي المركز الكرام للتعاون المشترك لتقديم الأنشطة التدريبية والمحاضرات العلمية والعملية التي تعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتهتم بالمختصين والمهتمين في ذات المجال للوصول إلى أفضل النتائج بهدف وشعار علم ينتفع به الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.